جه وهان اخويا بالمكنه جم يجروا في حكت لهم الوضع، قاعدين هما الاثنين على الكنبه بيضحكوا، انا بحكي وبعد منهاره هما قاعدين يضحكوا، بيقولوا انت يعني ايه يعني ايه اغتصب ابنه، يعني مش فاهم، انا مش مصدقين مش مصدقين خالص. راحوا ايه قالوا طب اطلعي بره، خدوا الواد ودخلوه اوضه النوم وراحوا خلعوا البنطلون وشافوا الواد لهم متعور والواد مش عارف يقعد، الواد قاعد عامل كده، لا ده كله عمال يصرخ مش قادر يقعد، وغير عمال يسهل وتعبان ما وجسمه صفر، الواد شكله اتغير في لحظه. هم نفسهم طلعوني بره وقفلوا الباب عليه وغلعوا له البنطلون، شافوه لقوه متعور، هم لقوا الواد متعور، اليهود اللي ما يعرفوش ربنا بشلم، والله دول ما يعرفوا ربنا ابدا، لقوا الواد متعور وقالوا له مالك يا احمد؟ قال لهم مش هقول لكم، ده بابا هيموتني، والله يا استاذه منى ما قلت للواد اي حاجه، هم جم الصبح خدوا الواد ودخلوا جوه من غير ما اقول له اي حاجه، ولا كان طفل اصلا 6 سنين، قال لهم لا مش هقول لكم، ده بابا هيموتني. قالوا لا ما تخافش، ده احنا نذبحه، مش عارفين الواد عشان يجمده علشان يقول له، قال لهم حكى لهم القصه. راح طلعوا بره قالوا لي هو فعلا عمل في الواد كده، بس انت عايزاني اعمل لك ايه؟ انت عايزه البلد كلها دي تتكلم علينا وتبقى فضيحتنا في البلد على كل لسان؟ قلت له يعني انت شغلك الفضيحه في البلد ومش شغلك اللي حصل في الواد، خلاص كده مستقبل ابني ضاع زي عمه، ما هو ليه عم؟ استغفر الله العظيم، ما لناش دعوه بالكلام ده، ما علينا. يبقى المهم قلت له انت عايز مستقبل ابني يضيع؟ قال لي ايه؟ خلاص خليك حريصه على عيالك. قلت له يعني ايه حريصه؟ واخدين ماخدين بعضهم وماشيين وسايبني. بقول له استنى انا رايح على المركز، رايح على المركز بتاع بيبا. قال لي لو رحتي المركز هي طلقه، والله افرغها فيكي واخلص من الموال ده، ولا نكتب فضحينا، خلاص عالج الواد وخلاص خلص الموضوع بقى خالص، خلاص غلطه كلنا بنغلط ده احنا بشر. اه والله خير قال لي كده، وراح ايه سابوني ومشوا. جيت رايحه طبعا اللي هناء اللي اخواتي هددوها دلوقتي، عارفه القصه دي من يوم ما اغتصب الواد مروه اللي اخواتي هددوها، عارفه القصه من يوم ما اغتصب الواد. دلوقتي انا عايز اعرف انتوا كم اخو اخ واخت؟ احنا 8، 4 ولاد و4 بنات. تمام، الاربع ولاد ضدك؟ لا فيهم واحد مش ضدي، عمري ما شفت منه حاجه وحشه، وطول عمره عايز يطلعني عشان الجواز الغلط دي. طيب وهم كانوا رافضين واقفين في وشه. اتفضلي. تمام، والاربع بنات ضدك؟ لا فيهم واحده معايا واثنين، لا اثنين مع الاثنين التانيين الثلاثه التانيين. تمام، يعني في 5 ضدي ليه يا استاذه منى؟ بيقولوا دي فضيحه للعيله. دي فضيحه للعيله، هم مش يعني معاك. 5 شايفين دي فضيحه، دي فضيحه وتسكتي وفي 2 معاكي. بيقولوا لك ده حقك ولازم تاخديه بالقانون، دول الاثنين اللي معايا. عملتي ايه بعد كده؟ رحت مشيت، رحت مروه دي وهناء وكل دول كانوا صحابي طبعا حواليا وجيراني، وحكيت للناس في الشارع القصه، قالوا لي سيبك من اخواتك خالص كانهم مش موجودين في حياتك، اول حاجه روحي عالجي الواد اللي هيموت منك اللي تعبان ده بسرعه. وهم اللي قالوا لي الجيران روحي عند دكتور مجدي زكي سويرس اللي هو سحب شهادته بمجرد استني بس استني بس واحده واحده، رحتي عند الدكتور تعالجي؟ انا اختي مصابرين الولد بالولد ومصابرين اللي هي اللي هي اللي هي المفروض. ماشي ماشي ماشي، رحتي انت واختك ام صابرين؟ ام صابرين تمام عند الدكتور مجدي زكي سويرس. واحده واحده عشان الناس ما يتوهوش مننا. تمام، رحتي انت واختك عند الدكتور؟ دكتور مجدي زكي سويرس في الطحاويه، كان في الطحاويه، كشف على الولد. لقى ايه؟ بيقول لي ايه ماله، هو يفتكره سخنه وعنده يعني عادي طفل؟ قلت له لا خلع له البنطلون عايز اكشف على حاجه تاني. بيقول لي حاجه ايه يا بنتي انت اتجننتي؟ بقول له لا شوف بس حاجه يا دكتور. فالمغزه بناموله كده على بطنه، فبيقول لي انت شاكه في حاجه يعني ولا شفتي حاجه لحد عمل حاجه في الواد؟ قلت له ايوه. فراح قال لي طب اقعدي، جاب حاجات كده كشف عليها للواد، قال لي فعلا هو اتعرض للحاجه دي، بس انت شفتي حد من الشارع وافتكر دكتور عيل عمل فيه كده ولا حاجه؟ قلت له يا دكتور ده ابوه. قال لي حسن اللي عمل كده؟ قلت له ايوه حسن اللي عمل كده. فراح قال لي يا بنتي انت شفتيه؟ قلت له شفته وحكيت له على القصه. الدكتور قاعد في ذهول، ذهول تام ما بيتكلمش، عمل كده لانه عرفنا كلنا. يبقى المهم راح قال لي ايه؟ قال لي طب اهدي، ليني بقى منهاره وعمال اعيط ولاد تعبان قال لي اهدي. قال لي اولا انت ربنا بيحبك عشان حاجتين، في حاجه اسمها عضلات وشرايين، دول سلام. في حاجه اسمها عضلات وشرايين، ما اعرفش الكلام ده، بيقول لي في حاجه اسمها عضلات وشرايين، دول سلام في ابنك. الحاجه الوحيده اللي اتعورت في ابنك فتحه الشرج، في شرخ في فتحه الشرج في ابنك، ودي سهل لمها، وهنديله حاجه عشان تعالجه لا قدر الله، وكان نزل لا مؤاخذه حاجه فيه عشان بعد كده ما يبقاش مرض عنده او حاجه، فهماني طبعا.
فالمهم ايه، قال لي اولا المرهم والدواء ده هتجيبوه من تحت طاقتي الارض، لو ما لقيتهمش فيها تروح تجيبوه ان شاء الله من مصر، عشان دول تحت حياه ابنك فيهم، اللي هو الدواء والمرهم. قلت له يا دكتور انا رايحه الاسم، قال لي طبعا هو اللي هيثبت الحاله دي الاسم. كتب تقرير؟ ايوه، اداني جواب ان الواد متعرض للحاله دي، قال لي بس اللي هيفسر مين اللي عمل كده طبيب شرعي، دي مش بتاعتي انا. بقول له اديني، لكن الجواب اللي هو كتبه اداني جواب لا بيثبت انه تعرض لمحاوله اغتصاب. أيوة حصل. او اغتصاب حصل. قال لي معاكي جواب يثبت البدايه اللي هي البدايه ان الواد فيه كذا. بقول له طب انا بقول له اكتب، قال لي لا ما اقدرش اقول لك ابوه عشان ما تحاسبش. هو ما يعرفش مين اللي عمل ده. قال لي انا شو انت قلتي شفت، انا مصدقك يا بنتي لان انا مربيكي بتيجي من وانت كده عيانه، انا عارف انها بنروح عنده على طول تعبانين وكده. فالمهم قال لي انا مصدقك بس في القانون لازم طبيب شرعي طبعا يثبت ان ده اللي عمل كده. خدت التقرير بتاعه؟ خدت التقرير، وخدت اختي اللي هي ام صابرين دي، وخدنا بعضينا، وخدنا حنطور كان فيها حناطير في 2012، ورحت القسم رنيت الاول على اصحابي اللي هم بيهددوهم دول، قلت لهم الدكتور بيقول لي الواد فيه فعلا زي ما انا ما قلت لكم. قالوا لي اطلعي على القسم. رحت القسم؟ رحت القسم، قالوا لي كبري الموضوع عشان يدخلوك للمأمور بسرعه، هم اصحابي قالوا كده، قالوا لي كبري الموضوع. المهم يعني دخلت للمأمور. دخلت للمأمور، قعدت المأمور بحكي له، المأمور كان في ذهول بيقول لي اهدي انت بتقولي ايه، هو ده جوزك ويعني ده مش ابو العيال؟ وقلت له لا ابوهم. المأمور يفتكرني كنت متجوزه قبل كده يعني، وده جوز امه. انه مش ابوه؟ يقول لي ده ابوه. قلت له ايوه ابوه، كنت شايلاه على حجري تعبان مش قادر يقعد متعور. يبقى المهم رحت قلت له يا حضرتك يا باشا ده ابوه اللي عمل فيه كده. ايه اللي حصل؟ قال لي لو الكلام ده صح جوزك ليه عقاب شديد. قلت له طبعا، ما انا جايه ليه؟ عشان اخد حقي بالقانون. وقال لي لو انت كدابه في قلت له انا مش هتنقل من هنا، لو انا كدابه احبسوني انا موافقه لان انا شفت بعيني، بس لو ابني ليه حق انا مش هتنقل من هنا الا لما اخد حق ابني. قال لي تمام اقعدي. قعدت على الكرسي، كانت معايا اختي ام صابرين، مش عارفه انادى على حد من اللي بره ولا ضرب جرس حاجه زي كده، تقريبا دخلوا الجماعه اللي بره امناء الشرطه او الضباط حاجه زي كده، كان بيجهز بقى اللي هو يعمل ورق رسمي بالحاله بتاع الواد. فجأت لقيت لك اخويا بعت لي رساله بيقول لي خروجي من الاسم لاحسن اخش الاقي اخلي الاسم، اخليك تبيحه جوه الاسم، هتباحك زي الفرخه المذبوحه جوه. خرجتي؟ لا ما خرجتش. قلت له مش خارجه واللي انت عايز تعمله اعمله، بعت له في رساله قلت له مش خارجه. انا بقى قلت امال ايه اللي حصل؟ انا قلت انا في الحمايه بقى جوه محدش ليه عندي حاجه. المهم ايه، اتفاجئت رحت قفلت التليفون، قلت بقى خلاص مش عارف يوصلوا لي بعد ما اخلص حواري واروح. اتفاجئت الثلاثه داخلين في اوضه المأمور، ثلاث اخوات اللي أيوة. ضدك؟ ايوه، وداخلين ناس معاهم من مركز قرايبنا هم اللي جايبينهم. دخلوا يعتذروا للمأمور ان يسحب الموضوع بمجرد الفضايح بتاع البلد وبتاع العيله وبتاع الناس والكلام، وسيادتك يا باشا دي عمها فلان، عمها العمده مرسي بتاع كفر المناشي لانه يبقى عمي. قال له عمها العمده مرسي بتاع البلد وبنت فلان، واحنا يعني اهل العيله، عيله مش وحشه، هنتفضح في البلد، فاحنا لازم نلم. فالمامور بيقول له هتعمل ايه يا خيري؟ قال له انا هحل ودي، انا هحل ودي وليه يرضي اختي انا اعمله. قلت له ما تصدقوش ده كذاب بصراحه، تقول كذابين ونصابين، شتمت عليهم قدام المامور. راح اخويا هاني عطاني قلم على عيني ما شفتش قدامي، راح واحد من الضباط ماسك في اخويا عشان ضربه بالقلم قدامي، بيقول له بتضربها هنا في المركز ما بالكوا بره بتعملوا فيها ايه؟ سحب الطمنجه على كان عايز يضربه ويحبسه، راح ايه المأمور لم الدور ممكن عشان خاطر الموضوع ما يكبرش، عشان الموضوع ما يكبرش وممكن يكون بس احتراما للناس اللي اخويا قال له عليها العمده وبتاع. ايوه المهم، فالمأمور قال لي يا فاطمه خدي ابنك يا حبيبتي وخدي العلاج اللي جبتيه لابنك وعالجيه، احمدي ربنا ان الواد ما فيهوش زي ما الدكتور قال لك، واعتبري ان دي ايه خلاص، واخواتك هيحلوا الموضوع ودي وخلاص، واللي انت عايزاه يتعمل، وولادك في حضنك عند اهلك، وجوزك مش هتشوفيه تاني، وانا اخوكي ما عملش كده تعالي هنا تاني وانا معاكي. ايه اللي حصل بعد كده؟ طلعت طالعه مش عايزه اطلع طبعا من الاسم عشان عارفه اللي هيحصل. طلعت من الاسم، قدام الاسم الاسفلت كله كان بيجيب دم، والله الاسفلت كله كان بيجيب دم مني من مراخيني ومن بقي الاسفلت كله، وخبط في شعري في دماغي في السور بتاع المركز
يا اللي فيكي ويا اللي فيكي ويا اللي فيكي يا اخويا. وما خدتيش تقرير الدكتور؟ سبت بقى كل حاجه، انا مشيت.